انه احنا عندنا هجوم على صفحتنا على فيسبوك، صفحه صباح دريم الحقيقه، علشان موضوع الفقره النهارده. ناخد مديره المدرسه ولا ناخد؟ طيب احنا عندنا بس حاجه سريعه، خبر كده برضو جالنا وغريب جدا، في مديره مدرسه في المقطم، مديره مدرسه في المقطم، هي مدرسه خاصه برايفت، في اولياء امور ولادهم في المدرسه دي ما زالوا او كانوا، جت المدرسه فجاه قالت احنا هنرفع المصاريف، او يعني قالت شويه قرارات اداريه جديده كده، فبعض اولياء الامور اعترضوا قالوا لا، فاتكلموا مع مديره المدرسه او مع اداره المدرسه، ما حصلش حاجه، فمارسوا حقهم الطبيعي جدا كولي امر، وراحوا الوزاره وبداوا يكتبوا شكاوى ويقولوا انه في كذا 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 كذا. اللي بيقولوه بقى الاولياء الامور دول انه كان بيجي لهم تهديدات على التليفون برسائل، وانه مديره المدرسه بحسب كلامهم، واحنا هنتاكد طبعا من المعلومه دي لحق الرد اكيد، انه مديره المدرسه دي بتستخدم الموبايل بتاعها لتهديد اولياء الامور، وانه في عدد كبير منهم طبعا راح تقدم ب يعني استغاثه عاجله لقيادات وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني بعد ما عرفوا انه مديره المدرسه دي بتهددهم التي كانت بها سابقا، واللي بيشتكوا من الاهمال وتهديدهم عبر رقم هاتف مجهول. الكلام اللي اتقال لنا كمان الحقيقه انه في التحقيقات بقى اللي حصلت بعد كده، هو الموبايل الرقم نفسه مش بتاع مديره المدرسه، لكن لانه الموضوع اتكرر وجات فيه شكاوى كتيره جدا، واحنا الحقيقه عندنا مباحث الانترنت حقيقي شد حق قويه ما شاء الله، فاللي حصل انه لقوا انه بعرفوا بالسيريال نمبر بتاع الموبايل انه الرسائل دي طالعه منه، حتى لو مش بنفس الرقم، مش بالشريحه، يعني ممكن اشيل شريحه واروح جايبه شريحه تانية وحطاها وابعت الرساله اللي انا عايزاها. حضرتك كمواطن عادي زي مش هتعرف انه ده موبايلي انا، لكن هم عرفوا ان ده موبايل مديره المدرسه. خلينا ناخد على الهاتف احدى اولياء الامور، السيده رشا سيد. اهلا بيك يا استاذه رشا. لحضرتك اهلا بيكي. انا هستاذنك بس لانه احنا وقتنا انتهى، لكن ما حبيناش ناجل الاستغاثه دي والقضيه دي، هستاذنك بس سريعا تقول لنا ايه القصه بالظبط يا فندم. تمام يا فندم. الاول طبعا احنا بنقدم تعزينا للضباط اللي استشهدوا النهارده، والموضوع بمنتهى البساطه انه انا كنت وليه امر في مدرسه عاديه رفعت المصاريف، عملت شكوى عادي جدا في الوزاره انا ومعايا مجموعه كثيره من اولياء الامور علشان خاطر المصاريف تقل علينا وترجع تاني اللي هي نسبة الزيادة العادية اللي هي 3% عادي جدا زي ما الوزارة بتقرر. المهم اللي كانت متصدرة المشهد مديرة المدرسة دي اللي تعينت في الترم اللي صاحب المدرسة قرر فيه ان هو يزود المصاريف علينا. حلو. رحنا واتكلمنا معاها بالحسنى واتكلمنا، حاولنا نتكلم مع صاحب المدرسة بس ما فيش فايدة. المهم ان قرار الوزارة طلع فعلا والتزمنا الحمد لله رب العالمين، يعني الوزارة التزمت ونفذت قرار الوزارة و3% ومفيش اي مشاكل. تمام. بس مستوى المدرسة اكاديميا في الترم ده كان وحش جدا، وبدأت المديرة تتعامل معانا بطريقة امشوا وانا مش عايزاكم، اللي هم الناس اللي راحوا واشتكوا عشان رحتوا اشتكيتوا يعني، عشان رحنا اشتكينا. وطبعا حضرتك متخيلة هم كانوا عايزين زيادة عالية، فاحنا كده خسرنا المدرسة، فده هيأثر على مرتبات الناس اللي موجودين او اللي هي جايباهم معاها. حلو. وبعدين المهم ان كل الناس اللي اشتكوا بدأ الموضوع تهديد، تلوي دراعك تقولك انا مش هدخل ابنك التالت عشان تضطري تاخدي ولادك وتمشي. فاحنا قررنا خلاص، احنا ومعايا مجموعة كبيرة جدا من اولياء الامور، خلاص احنا هنمشي من المدرسة خلاص، احنا مش عايزينها. وفعلا حولنا لاولادنا من المدرسه دي رغم ان احنا تعبنا في قرار الوزير. المهم ان انا فوجئت بعديها يوم 25/8 انه هي ببعت لي تهديد على الموبايل بتاعي بعلاقاتك، ويعني اللي هي الرسائل اللي موجوده. الله الله الله. حاجه يعني حاجه مشينه، يعني حاجه عيب ما تصحش. المهم انه انا رقم جالي غريب، انا الاول تخيلت انه رقم جه غلط، فلما الرساله رجعت لي تاني انت قدامك ساعه ونص تشيلي البوست اللي انت حطاه والا. وده كان بوست مكتوب عادي جدا بيتكلم عن المدارس اللي هي اشتغلت فيها قبل كده. تمام. لان هي عاده ما بتكملش في ولا مدرسه. حلو. رحت للمباحث وعملت اللي هي اللي يعني انتوا لما 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 يعني لما دورتوا لقيتوا ان السيده الفاضله الاستاذه هبه صلاح مديره المدرسه ما بتقعدش في اي مدرسه فتره طويله، فيها مشاكل بتحصل على طول. هي ترم واحد في اي مدرسه وبتمشي. تمام. ماشي اتفضلي. فلما ده حصل انا اخذت الموبايل بتاعي طلعت الجهاز الانترنت علشان نشوف ده من فين، مين اللي هددني، مين اللي عمل كده. ها هم تحرف الموضوع طبعا ده المباحث طبعا. ها
المباحث. ما اصبح محدش عارف يجيبها غير المباحث. المباحث لا خالص، بحث الانترنت. في نفس اليوم، في نفس اليوم بالليل فوجئت انها نشر رقم تليفوني انا على الصفحه بتاعتها، والصفحه بتاعتها مفتوحه للكل. وعملت سكرين شوت، عملت سكرين شوت للبوست ده؟ يا فندم، عملت سكرين شوت حتى رقم تليفوني. وبعدين فوجئت ان السكرتيره بتاعتها بتهني على نفس الصفحه، كائن ناقص، كائن غبي، كلام من ده. طيب يعني انت طلعتي، كان ابنك اللي في المدرسه ولا بنتك؟ انا كان ولاد، انا عندي ثلاث ولاد، ربنا يبارك لك فيهم. الاثنين كانوا في المدرسه، انا اوريدي خدتهم. وهي اصلا كانت رافضه تدخل ابني الثالث عشان انا من الناس اللي اشتكوا في الوزاره. طيب انت طلعتيهم طبعا من المدرسه مش كده؟ يا فندم طلعتهم من المدرسه. في مرحله حال يعني في حاره سد كده لما نوصل لها، نصيحه هقول لك طلعيهم من المدرسه لانه صعب التعامل، لكن طبعا لانه احنا مهنيا بنحترم حق الرد ما فيهاش كلام. فانا معايا على الهاتف بالفعل وطلبنا انها مشكوره تستمع للمداخله عشان ترد عليها، الاستاذه هبه صلاح مديره المدرسه. اهلا بيك يا استاذه هبه. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. صباح النور. انا يا فندم طبعا في دلوقتي موضوع في النيابه وفي تحقيقات وفي حاجات أكيد بتحصل أكيد أكيد. والنيابه نحترمها ونحترم قراراتها، ووزاره التربيه والتعليم اكيد فاتحه تحقيق في هذا الموضوع. انا بس اللي يعنيني هنا حاجه واحده، الشق الادبي في الموضوع والمعنوي، انه هل يعني انا مش هتكلم في فكره بعتي رسائل تهديد ولا لا، لانه هيبقى سؤال ساذج جدا مني على الهواء ان انا اساله يعني. انما السؤال بقى انه يكون حضرتك عندك صفحه على فيسبوك، فانا لاني مختلفه مع احدى اولياء الامور اروح فاتحه البوست فور بابليك، واروح كاتبه رقم موبايل وليه الامر، وكمان السكرتيره اللي عندي تدخل تشتم وتسب فيها. هل بتشوفي يا استاذه هبه انه غلطانين اولياء الامور اللي يقولوا النهارده اذا كان هذا هو تصرف وسلوك والاداب التي تتعامل بها ناظره او مديره المدرسه يبقى عليها العوض ومنه العوض في الجيل؟ اكيد يا فندم، احنا بنتكلم في تربيه قبل تعليم، ويف جوت ا ميشن اصلا، ان الاديوكيشن في مصر اصلا محتاج شغل كتير قوي عشان يتغير. جزء من ان انت تكون مختلف طبعا يكون ليك ناس بتحاربك، بس الحرب تكون بشفافيه معينه، ومش مشكله خالص انك تختلف مع حد، لان دايما راي خطا يحتمل الصواب وراي صواب يحتمل الخطا. لغايه لما القضاء يحكم في المشكله اللي بيني وبين مدام رشا، لاني احنا طبعا عندنا استئناف والقضيه مش باسمي انا نهائي، وانا باكد 100% ان شخصيه صعب جدا ان اهين نفسي الاهانه دي واعمل اي حاجه تاذي مشاعر الشخص. وانا تم التواصل بيني وبينها، وقلت لها للاسف من كتر ما كان عندي شغل انا ما كنتش لاحقه اقرا الحاجات اللي حضرتك بتقولي انها وصلتك، ولما وصلتك انا تاذيت نفسيا ان في حد في الدنيا يزعل اصلا الزعل ده او يتوجع الوجع ده. فليه ما تبينتيش مني بينه اذا كنت انا من العمل ده، ولا ان في حد وصل لك حاجه غلط او ما هو لا يعني ما هو قدامنا على الشاشه يا استاذه هبه، عشان احنا برضو شغلنا دقيق شويه في أكيد البرنامج. اكيد يا فندم اكيد. قدامنا على الشاشه انه سكرتيره حضرتك حق يعني انا اسفه في الكلمه حبت توجب مع حضرتك، راحت منزله البوست اللي على الشاشه دلوقتي، وحد راح داخل حاطط رقم تليفون الست الفاضله الاستاذه رشا. يعني ما اكيد هي مدام فاضله، واكيد كل حد في الدنيا له وجهه نظر قبل ما يقوم باي حاجه في الدنيا. انا لما كتبت البوست بتاعي على الفيسبوك كان مطالب، او يعني مطالب من البيرنتس عندي، ان احنا انا عماله يعني اتعرض لهجوم اونلاين مش مبرر خالص من الدكتوره. يا فندم استاذه هبه، يا فندم استاذه هبه، حضرتك مديره مدرسه، مديره مدرسه يعني شيء طبيعي جدا سواء ان بابليك، ثواني بس، سواء ان بابليك او ان برايفت جروبس اللي ما بين البيرنتس وبعضهم. اللي بنعمله ان احنا في البرايفت جروبس دي بندخل بنكتب تعليقات، بنقول لا المدرسه مزوده المصاريف، طب الاتوبيس، طب المناهج، طب ما اعرفش ايه، ده طبيعي، ده لا يشكل هجوما على شخصك كمدير مدرسه. ولكن ما عرضناه على الشاشه الان هو بالفعل يشكل هجوما على سيده فاضله ووليه امر، كل اللي عملته انها محتجه على اسلوب الاداره او على المصاريف الزياده، وده حقها. ولي الامر يختلف مع الاداره طبعا، ومن حقها هي مش لوحدها يا فندم، ده انا عندي ده انا معايا اربعه اولياء امور ولا خمسه عايزين يدخلوا، انا بس عشان الوقت اكتفيت بمكالمه واحده. يا فندم يا فندم عندي سيل تليفونات، مش احنا بنتكلم على البينه، مش بنتكلم على ادراك بينه، انك عشان تتعدى او تقول على شخص كلام لازم يكون عندك بينه كامله ان الشخص ده عمل الحاجات دي. ما هو يا فندم الست مشتومه على الفيسبوك، على سكرتيرتك شتماها، واحده بتوجب مع حضرتك منزله رقم تليفونها، يعني بتقول للناس كلموها. ايه ده؟ لا 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 ما تحاسبنيش خالص على تصرفات حد عمل حاجه هو متخيل في وقتها انها كانت صح. يعني خلاص يعني حضرتك
حضرتك مبدئيا كده هتاخدي تصرف فوري مع السكرتيره مش كده؟ اصلا البوست ده اتشال اصلا بعدها بست شهور، انا ما كنتش عارفه الاقي البوست طبعا فيسبوك. طب يا فندم بعد ايه؟ ما بعد ما الست اتهانت ورقمها اتحط على الملأ قدام الناس و... حتى اسم المدام ما فيهوش اسمها حتى. انا كل اللي كنت بقوله اني انا يعني كده كميه الهجوم عليا كانت مضره ليا نفسيا جدا، وانا كده عايزه اوصل للينك اوصل فيه ليه سلام. وعلى فكره انا جنحت للسلم اكتر من مره، لان انا علاقتي بالدكتوره رشا ما كانتش اكتر من 3-4-5 مقابلات بنتكلم فيها في المصاريف، تم الاختلاف صاحبه الاولاد من المدرسه، يعني حتى ما بناش العشره اللي تخلي في خلاف على اني مديره اصلح او لا اصلح. طيب بص يا فندم، انا زي ما قلت لحضرتك احنا بس سمعنا الموضوع لانه كان جالنا ويعني صعب ان احنا ناجله. يا استاذه هبه وحضرتك مديره مدرسه وحضرتك يعني شخصيه تعليميه يعني لك وضعك، انا عندي عدد كبير جدا من اولياء الامور بعتل لنا انه مديره المدرسه بتضلل اولياء الامور ضمن المرشحين للحصول على الدكتوراه الفخريه في تطوير العمليات التعليميه قائلين هل هذا هو تطوير التعليم؟ هل تطوير فنون الكذب والخداع والاحتيال والتشهير والتهديد هو من امور التطوير والتعليم؟ حضرتك بتساليني عشان انا عايزه اعرف، لان انا اتهم لما يكون فعلا في حاجه اتهم فيها. طيب المهم يا فندم بيتكلموا انه لما جمله حضرتك المكتب اكتر من مره استقبلتيهم بطريقه مش كويسه، لما عرفتي ان هم راحوا اشتكوا من المصاريف في وزاره التربيه والتعليم بدا هجوم ورسائل تهديد تجيلهم على الموبايلات، وانه مبدئيا تحقيقات النيابه اكدت انه الموبايل ده يتعلق بحضرتك يا فندم، مش ده حصل ولا ده مش ممكن اسال حضرتك سؤال؟ بس هو مش محتاج اي كيو، بسيط جدا. لو انا بعمل زياده مصروفات ازاي من مصلحتي ان انا هاجم بيرنت او اوجعه او اعمل له اي تعنف نفسي وانا محتاجاه يرضى عني ويدفع المصروفات؟ يا فندم تحقيقات النيابه اثبتت ان الموبايل اللي كان طالع منه الرسائل بتاع حضرتك ولا لا؟ لا يا فندم مش موبايل. لا اقول لحضرتك حاجه، اولا القضيه اتحكم فيها غيبي وبدون حضور اي حد من عندي، او كمان الرقم اللي كان محطوط اونلاين كان رقم خطا وما كانش صحيح، ولما وصل لي خطا الكلام اللي هو الفاينل كان كلام بعد ما حصل الحكم في القضاء، ففي دلوقتي استئناف وانا مش هينفع اتكلم اي كلام غير لما القضاء يحكم. لا لا ولا حد فينا بيتكلم في اي حاجه مطروحه امام القضاء، انا بسال سؤال، انا بسال سؤال يا فندم، مش جابوا الموبايل بالسيريال نمبر وعرفوا ان هو يخص حضرتك؟ Dear, I'm sure 100% ان it's not my mobile، وانا بطعن وان شاء الله انا متاكده ان القضاء المصري هيحكم فيها لصالحي 100%. طيب. ان شاء الله. خلاص يا دكتوره رشا، الاستاذه هبه صلاح بتؤكد ان الموبايل ده مش بتاعها، وعموما احنا في بدايه الموضوع قلنا انه موضوع ما زال طبعا في تحقيقات النيابه وامام القضاء اللي بنحترمه، هننتظر وجهه النظر، هننتظر القرار. لكن احنا بس في النهايه انا بشكر حضراتكم الاستاذه هبه صلاح مديره المدرسه والدكتوره رشا سيد احدى اولياء الامور. الموضوع بس في النهايه ما ترجعش تقول لي الوقت يا سار، ترجعش تقول لي